سلام الله عليكم متابعي قناة حياتنا. بعد تطبيع المغرب مع إسرائيل واعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمة ألقاها خلال فعاليات نظمت أمس الخميس أمام حائط البراق في القدس برفقة سفير الولايات المتحدة بالتوصل إلى ما وصفه بالسلام التاريخي مع المغرب. كما فاجأ المحلل الإسرائيلي إيدين كوهين في أول تعليق له بعد التطبيع مع المغرب، حيث أنه رحب به في حين أنه هاجم الجزائر التي وصفها بأنها البلد التي لا تريد إسرائيل التطبيع معها. وجاءت تغريدته على موقع تويتر كالتالي: أول من أمس الإمارات والبحرين، أمس السودان، واليوم المغرب، وغدا العراق وليبيا والسعودية، أما بالنسبة للجزائر والكويت فلا نريد التطبيع معهم. وفي تغريدة أخرى يستفز فيها الجزائر قائلا باللهجة الجزائرية: جنرالات الفرنسيس في الجزائر كتطبعوا قعقع، صبركم علينا شوية بس. وأضاف تغريدة أخرى قائلا فيها: في نهاية المطاف كلهم سيطبعوا، مش مهم مين الرابع أو مين الخامس أو العاشر، جمهورية مصر العربية هي التي أول من طبعت. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائماً.